واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد ضرب لكم مثلاً عظيماً فيه بيان حالكم ونجاتكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داعٍ يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا، وداعٍ يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.